دلوقتي يا مشاهدينا جه ميعادنا مع الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله، واللي من أهمها إطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 واللي هيستمر لمدة 3 أيام، وده لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله. هيكون فيه مشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء والمختصين، وكمان النهاردة هيكون فيه مباريات مهمة في الدوري المصري والدوري الإنجليزي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهتنطلق فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 اللي هيستمر لمدة 3 أيام لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وهيكون فيه مشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين. النهاردة هينظم معهد إعداد القادة فوق إعداد الطلاب المنظمين لأسبوع الفرانكفونية بالتعاون مع الوكالة الدولية الفرانكفونية، وهيتضمن برنامج هذا الفوج محاضرة عن الأمن القومي المصري ومحاربة الشائعات، وكمان جلسة عن فن الإتيكيت والمراسم والبروتوكولات، ومحاضرة عن مهارات القيادة، بجانب عقد ورشة عمل عن مهارات التعامل الإعلامي. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة الثانية من عمر المسابقة. هيلتقي بيراميدز مع المصري الساعة 4 العصر، والساعة 5 الزمالك مع سيراميكا كيلوباترا، والساعة 7 هيلتقي الأهلي مع أسوان. لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع 5 مباريات قوية في إطار الجولة 13 من عمر المسابقة. هتقام 4 مباريات الساعة 3 العصر، هتجمع ما بين وولفرهامبتون وليستر سيتي، وساوثهامبتون مع أرسنال، وليدز يونايتد مع فولهام، وأستون فيلا مع برينتفورد. الساعة 5:30 هيلتقي توتنهام مع نيوكاسل يونايتد.